صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جديد نقضيه وياكم ساعة على الهواء. وفي البداية صباح الخير إيمان. صباح النور. مرة ثانية احنا هني، احنا نحب هالفقرة هاي الستيج احنا نحبها. لكن في البداية اكيد اقول لكم مشاهدينا حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم صيف البحرين. فريق الاعداد جهز لنا فقرات متنوعة لحلقة يوم الاثنين. حمد شنو عندنا اليوم دام احنا موجودين في هالستيج؟ خزف وحركات، فخلنا نشوف اليوم فقراتنا الفنية عن فن الخزف، حيث بدأت صناعته منذ قدم الزمن، فقد استخدموه في العديد من المجالات الحياتية إيمان، حيث تعتبر صناعة الخزف من الصناعات اللي تطورت بشكل كبير وملحوظ على مدى العصور. خلنا نتعرف أكثر عن فن صناعة الخزف واستعمالاته مع ضيفتنا في الاستوديو إيمان الغسرة. صباح الخير إيمان. صباح النور. زينتين لنا الاستوديو دائما، احنا نحب هاي ترى يعني هاي الفقرة هني في الستيج الثاني نحبها. تسلم حبيبتي، نورتينا يا السمية. ما شاء الله نسمة قال حمد إيمان الله يعينك. احنا نحب نسمة قال حمد، احنا نحب هالفقرة ونحب هالستيج لأنه دائما نحب نتعرف على فن جديد. واليوم بنتكلم طبعا عن فن الخزف، لكن في البداية ما نبي لو تخبرينا عن بدايتك في هذا الفن، خصوصا ان انت تخصصتي ودرستي في القاهرة، فكلمينا عن البداية. صحيح، انا درست فن الخزف في القاهرة وكنت مبتعثة من وزارة التربية والتعليم بعد تخرجي من الثانوية العامة بمعدل امتياز، فتم ابتعاثي إلى مصر لدراسة هذا التخصص، وكنت آخر مبتعثة لدراسة هذا التخصص. بعدي ما صار في أحد يدرس إلى من حسن حظنا أنه متواجد اليوم يعني. تسلمين. فدرست على مدى 5 سنوات في مصر، تخصصت فيه، والحمد لله أعتبر نفسي محظوظة أني درست تخصص مميز غير موجود في البحرين وحتى في الخليج. وحالياً أشتغل معلمة في وزارة التربية والتعليم. ما شاء الله، مباين من الفن ما شاء الله أن جمهورية مصر مأثرة على بعض الفن موجود يعني. لازم صح؟ لأن 5 سنوات مو شوية. صح. شنو الفرق بين الفخار والخزف والسيراميك؟ خلنا نعطي الفرق بين المشرح. السيراميك هو الخزف بس بالإنجليزي، يعني هو بالعربي خزف، بالإنجليش سيراميك. الفرق بين الفخار والخزف، عندي مثال هني راح أعرضه عليكم. هذا هو الفخار. حلو. وهذا هو الخزف. الفرق بين الاثنين شنو؟ أصلهم واحد، أصلهم طين اشتغلنا عليه شكلنا اللي هو هذه الطينة. بعد الحرق الأول راح ينتج عندي فخار اللي هو بهذا الشكل، متعارف عليه في البحرين طبعاً. إحنا يمكن مشتهرين في صناعة الفخار. لا، هي تأخذ اللون البيج الفاتح أو البني، وبعدها نعطيه لون طلاءات خاصة بالخزف وندخلها حرق ثاني فينتج عندي الخزف. يعني الفرق بين الاثنين في الحرق واللون. واللون. إن الخزف يدخل حرق مرتين ويكتسب لون، الفخار مرة واحدة. ما شاء الله قاعد نشوف إيماننا في يعني أشكال مختلفة متعددة. أنا وايد حبيت البنت، رسمة البنت الصراحة شدتني، وشون حطيتي فيها الزرع. كلمينا عن هذه اللوحة بالتحديد أو هذا يمكن الشيء اللي سويتي. أنا تخصصي في الجامعة كلية الفنون التطبيقية، يعني إحنا دارسين فنون تطبق في الحياة، لها وظيفة استخدامية. فما أسوي مجرد شكل فني جمالي وبس، لا، لازم أستخدمه بعد. فهاي اللي يميز الخزف ويميز حتى الكلية اللي تخرجت منها. فلما أفكر أسوي أي شكل أو أي مجسم أدخل فيه الجانب الوظيفي، يعني حق شنو بستخدمه. ففكرت فيها أنها تكون أصيص زرع ووظفتها بهاي الشكل، يعني سويت شرايح، 3 شرايح، هاي الأولى وهاي الثانية بالإضافة إلى الأرضية، وخليت هاي التجويف بحيث أنه تشيل الزرع من داخل. صعب انك تسوين خصلات الشعر، يعني احس ان الموضوع احنا نشوف لانه هو صاير كنا 3D، يعني الواحد اللي يشوفه يحس يمكن صعب انك تجهزين هذه النوع من الديتيلز. ياخذ وقت طبعا. المتخصص في مجال الخزف واللي بيشتغل خزف لازم يكون صبور ولازم يكون عنده طولة بال. اللي عصبي وما يتحمل لا يشتغل خزف. الحلو انك انت دمجتي بين كانها رسمه وصوره وفن، وبين شيء تستفيد منه كزرعه في البيت. صحيح. تسوي لنا اليوم؟ اليوم ان شاء الله بسوي شيء سهل عشان حتى المتابعين في البيت يقدرون يطبقونه حتى في البيت. شفنا البوكس دي بنتكلم عنها. ان شاء الله بسوي هذا
الجزء اللي هو يكون طبق ورقة الشجر، بسيط وسهل والكل يقدر يسويه، وفي نفس الوقت عملي حيث أن أي مشاهد سواء مبتدئ أو غيره يقدر أنه هو يطبقه في البيت. شلون بسويه؟ أي ورق شجر عندنا في البيت، طبعاً أنا للأسف ما حصلت ورق أفرش، صيف البحرين حرق حتى الورق، فهاي اللي حصلته. وأحب أشتغل على ورق شجر التين، يعني هو في نوعين لورق شجر التين، لكن أحب هاي الشيب إيه، فأطال أحس إنه يطلع أشكال جميلة، لكن لا مانع أي ورق حتى اللوز ممكن بما أنه منتشر ومتوفر عندنا في البحرين بكثرة نقدر إن إحنا نستخدمه. طبعاً الأدوات راح تكون شيء بسيط، سطح خشبي، دعامتين، والخامة الأساسية اللي هي الطين، وبستخدم أداة الفرد. راح أفرد عندي الطينة. حلو. وهاي الأدوات طبعاً يقدرون يحصلونها بسهولة. إيه. ووفرنا إحنا بحكم إن الحين الدورات توقفت بسبب الكورونا، وفرنا حقيبة فيها جميع المستلزمات. هذه الحقيبة نستعرضها على ما تفردين الطين. هاي لك ليمون عشان في البيت. أنا صرت فنانة من هالفقرة حمد. إيه صرت فنانة. الله. أنا أحب يعني الشخص يسوي البوكس ذي يكون متكامل. هاي كل الأدوات اللي يحتاجونها اللي بيشتغلون على الطين مرقوين بعد شنو صح؟ 25 آيتم. أوكي 25 قطعة هذه واحدة. وهاي الطين وثقيلة. هاي رقم 4 ثقيلة والله مغلفتها وحطيتي فيها وهذه شنو؟ هذه طينة سائلة نحتاجها مثلا لو بنسوي أكواب أو أي منتج يحتاج أن نحن حتى المعدات بطريقة حلوة صراحة. إيه أقول لك حطيتهم بطريقة مرتبة مرتبة إيمان طبعا شكرا. هاي نفس الحركة اللي أنت قاعد تسوينها الحين. والله في شغلة حبيتها أنك حطيتيها هذه. هذه حق شنو؟ الستنسل. هاي نقدر نسوي فيه ملمس على الطينة او حتى نخلي الوان فيها بحيث ان تكون الارضية لون وهذه لون ثاني فيكون الشكل اجمل. شقد ياخذ لك وقت لما تسوين يعني مثلا مثل هذه اللي قدامنا الحين اللي قاعد تسوينه شقد وقت؟ هذه لا هذه الوحدة ما بتاخذ وقت، ما تاخذ وقت، يعني تقريبا بالكثير باخذ فيها 10 دقائق مثلا. ما بس لما تنشف يمكن الجفاف لازم الطينة تجف براحتها، يعني ما اسرع عملية التجفيف لانه ممكن ان الشكل يتكسر او يتشرخ مني، فعملية التجفيف عندي حساسة جدا لأنه يمكن إذا جفت القطعة إيمان خلاص بعدين ما تقدرين تعدلين عليها صح؟ ما في أي تغيير أقدر أسويه في القطعة بعد الجفاف خلاص، فأي تغيير يكون والطينة طرية. حلو. فلازم يعني نأكد على هذه النقطة حمد إن كل ما كانت الطينة طرية كل ما الشغل يكون عليها أسرع، لأن من شفت خلاص ما تقدر تتحكم فيها ولا تغير أي شيء. فلو كانت طرية عندك وقت أكثر إنك أنت تشتغل عليها. طبعاً في حال لو نشفت طبعاً بحكم الحين ما نقدر نقعد بدون أي سي، فالأي سي جفف الطينة نقدر بالبخاخة إن إحنا نعطيها بخة ماي وأوكي. الطينة الحين بس أبيك شيء ماذا معلش أمر تشرحين لنا شنو اللي قاعد تسوين عشان حتى المشاهدين ويانا يمشون خطوة بخطوة. أوكي أنا حالياً قاعدة أسوي الشريحة. طبعاً أسلوب التشكيل في الخزف عدة أساليب، منها الشرايح، منها الحبال، منها القوالب، فحالياً قاعدة أعتمد أسلوب الشرايح إني فرت شريحة وببتدي الحين أنزل الورقة هني. طبعاً أتأكد إن الشريحة مناسبة إلى حجم الورقة اللي عندي، أوكي ما تكون أصغر. أيوة، فأضبط شريحتي على أساس الورقة اللي عندي. عشان يكون حق يعني وقت التقطيع يكون أفضل. بالضبط. إيش رأيك فيني حمد قمت على؟ خلاص هاي الفقرة علمتني. أنتي فنانة إيمان زينة خلاص نغير التايتل.
وأبتدي أضبط بأي كرت عندي في البيت. يعني فيها هي الحقيبة هذا الكرت. صح شفنا أوكي. داخل. أو أي كرت عندي في البيت أقدر أسوي له ريسايكلينج أستخدمه في الخزف. شلون تشوفين ردة فعل الناس لما تسوين شيء يعني تتعبين عليه وتطلع بطريقة حلوة؟ شلون ردة فعلهم؟ شو تحسين فيه؟ هو في النهاية أحس الجمهور له دور جدا كبير. تحسين يعني لا إقبال؟ أي في إقبال في البحرين وخارج البحرين. الحمد لله يعني عندي طلبات حتى للسعودية للإمارات لعمان. فعندي طلبات وفي البحرين. وأحس الناس تحب الأشياء الطلبات الخاصة. لا هي مثلا اللي فيها الاسماء اللي فيها شخصيات أيوة معينه ناس تطلبها مخصوص يعني حق شغله معينه. أي مثلا ماج عليه اسمه علي مثلا شيء اسم دلع يحبونه الناس. انزين الحين بتاكد خلاص ان شريحتي اوكي ببتدي انزل الورقه. طبعا اخليها على الجهه الصحيحه ما اقلبها اوكي على الجهه الصحيحه على اساس العروق هذه الناحيه تكون اوضح. وببتدي بتقطعين صح؟ اي ببتدي اقطع. طبعا ما احتاج هذه الجزئيه خلاص يكون افضل كذي عشان حتى العمليه تكون اسهل. عملية التقطيع لازم تكون دقيقة. أنت تعرفين في الدقة إحنا. أمشي على الحواف بالضبط وأكون صبورة في عملية القطع. ركزتي على صبورة إيمان أكثر من مرة. فن الخزف يعني فعلًا يحتاج إلى صبر. بالضبط لأن أنا أشوف يعني سواء في المدرسة أو حتى في بعض الدورات يحبون الناتج النهائي بس ما يتوقعون يلاقون. إيش قد صعوبة؟ أيوة يعني تشوفون الشكل يقولون ما توقعنا إنه هو كذي بياخذ هالوقت. فلا هو فن الخزف حلو بس لازم شوي نصبر عليه. إيمان بس عشان الوقت لأن للأسف داهمنا. الحين عقب عملية التقطيع عقب شنو المرحلة اللي عقبها؟ بعدين ببتدي أرفعها. أرفع بتكون عندي بس الشكل الشيب. ببتدي أرفعها بحط تحتها طينة صغيرة كذي كقاعدة مؤقت. مؤقت وبرفعها بهذه الطريقة اوكي. مني بحط وبحط هذه الجهه مثل الشيء وهذه الجهه. حلو اوكي. طبعا ما في مشكله اللي حاب يعني ياخذ التفاصيل اكثر ممكن يتواصل وياي على الانستغرام الدي ام او حتى الواتساب. ما عندي مشكله يعني في ناس مهتمه بهاي العلم وتبي تتعلم وتستفيد. فانا يعني بما اني مثل ما قلت لكم هاي تخصص نادر فانا من واجبي بعد ان انشر هاي العلم. حلو بس ايمان خلينا نتكلم عقب تحطي اللي صارت القطعه بهاي الشكل. هاي القطعه متى تكون بهاي الشكل؟ بعدها بالجف. بالجف اوكي. بعد الجفاف ندخلها حرق اول. بتصير لنا فخار بهذه الطريقه. بعدها نعطيها لون. طبعا الالوان اذا احنا بنستخدمها حق اكل لازم نتاكد ان الالوان سيف فور فود اوكي. ما يصير نستخدم اي الوان لان في نوعين. في الوان ما تصلح انها تكون حق اكل فلازم اتاكد على اساس بعض الجليزات يكون فيها رصاص تحتوي على الرصاص فهي تكون سامه. حلو يعني فعلا ويصير منتج استخدامي اقدر احطه في البيت كزينه وكديكور. ايه وشيء حلو اصلا الواحد يستخدم شيء هو سواه طبعا يعني الشغل اللي باليد دائما. وانا هاي العباره كتبتها على البوكس اصنع منتجك الخزفي بنفسك وكن فخورا بانتاجك. يعني مهما كان انتاجك بسيط كن فخورا فيه. كن فخور فيه واحنا اكيد فخورين فيه اكيد فخورين باللي تقدمينه. نفس ما تفضلتي وذكرتي قبل شوي قلتي ان هذا الفن مو منتشر في البحرين صحيح. ويمكن انت من القلائل جدا المهتمين بهالفن واللي تعلمين وتدرسين هالفن صحيح. فاحنا فخورين فيك ونشكرك على تواجدك وشكرا على التعليمات اللي اعطيتي لنا اياها. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم على هاي الفرصه. نورتينا. شكرا أكيد. ومع اقتراب فتح صالات التدريب بتاريخ 6 للشهر الجاي نوصي بحذر باتباع الإجراءات الاحترازية وثانياً بعدم التسرع وأخذ خطوات غير مدروسة تؤدي للإصابات.
وعلى طاري الإصابات خلونا نتابع مع دكتور هاني مهدي حسن فقرته الأسبوعية حول العلاج الطبيعي، نتابعها مع بعض ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. مرحبا، حبيت اليوم أشرح لكم عن طريقة حماية منطقة الحوض وشلون تمارين بسيطة أن نقوي عضلات الأرداف الجانبية وعضلات الأرداف الخلفية، لأن أهمية عضلات الأرداف هي تثبيت الحوض وبالتالي حماية أسفل الظهر وكذلك تعزيز وظائف الركبتين والبالانس والتوازن في الساقين. من أبسط التمارين اللي ممكن نأديها هو استخدام الشريط المقاوم بين الركبتين والمشي على الجانبين. حياك. طبعا الشريط راح يعطي مقاومة للأرداف على الجانبين، فأثناء الحركة راح يقوي العضلات الجانبية وفي نفس الوقت يساعد في تعزيز ثبات الركبة. حياك على الجانب الثاني. تاز اسني ساقين شوي لتحت وانت تروح حاول تنزل لتحت شوي. تاز ممتاز. الحين راح نتكلم عن الجزء الثاني المهم لتعزيز عضلات الحوض وهي تمارين التوازن. شنو نقصد تمارين التوازن؟ هو نحط الحوض او عضلات الارداف في تشالنج او منافسه على سطح غير مستوي. هذه التمارين التوازن راح تعزز توزيع التوازن للجسم على الساقين بالتساوي، راح تقوي عضلات الارداف وراح تعزز ثبات الركبه ليحمي العمود الفقري. هاي واحد من التمارين البسيطة عندنا اللي هو الاستخدام سطح البوسو بول أو الكرة المدببة أو الكرة الغير مستوية السطح. طبعاً نلاحظ إن لما نوقف عليها يكون في تشالنج، في نوع تحدي للتوازن شوي. في ناس عندهم توازن طبيعي ناتشرال وفي ناس لا، لازم يتعلمونه من المخ مع التركيز لما يتعلمون طريقة التوازن صحيحة. زين، حاول توصل التوازن، تحس بالثبات والثقة. بعدين حاول تنزل شوي 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 لأسفل. وترتفع لأعلى شوي شوي مع محافظة على التوازن مالك. حاول تكررها 5 مرات على راحة بهدوء. شوف شلون تشالنج عندك في الكاحل والركبة شوي. بعد شوي حاول تنزل أكثر 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 معاك 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 شويه. ايوه، وحاول ترتفع بهدوء شوي. ممتاز ممتاز. طبعا تمارين التوازن مهمه جدا لان لازم نوصل الى مرحله اتزان من مفصل الورك مع اتزان في الركبه مع اتزان الكاحل عشان العمود يكون متزن. استقامه العمود تكون من سلامه اتزان هذه المفاصل الثلاثه اللي ذكرناها. نشكر عبد النبي الجردابي على هذه الفقرة المميزة بالعلاج الطبيعي مع أخصائي العلاج الطبيعي الأستاذ هاني. مشاهدينا، مثل ما تعودتم في برنامج صيف البحرين، نحاول نعرفكم على آخر خطوط الموضة في عالم المكياج مع خبيرة التجميل فاطمة الدوسري. خلونا نشوف شنو مجهزت لنا في هذا التقرير. أول شيء بنبتدي خطوات الترطيب. برايمر راح استخدمه يكون شويه جلوي، اللوك كله بيكون سمر لوك جلوي. فاللون اول شيء راح تشوفونه على اورنج شويه، على وردي عادي، لان فوقه بنحط فونديشن خفيف نبي الوجه يبين كانه في لمعه. بحط شوي الجلو هني على عينها، حتى على وجهك كامل، يعني مو مهم الحين خطوه الكونسيلر وتركزين عليه وتخفين عيوب. سمر لوك حالاته يكون كل شيء طبيعي، حتى لو كانت في عيوب بوجهك عادي تبين. نبتدي الحين نحط الفونديشن. اختاري فونديشن يكون وايد خفيف. عقب ما حطيت البرايمر والفونديشن ما ننسى اكيد منطقة الرقبة والجسم. حطيت لون اغمج من لون العارضة عساس احصل لون التان اللي انا ابيه. ما ننسى نخفي الهالات اللي تحت العين. نحط كونسيلر بطريقة جدا بسيطة، ما يكون مبالغ فيه. طبعا هاي الميك اب يختلف عن ميك اب السهرات،
فانت لا تحطين فول كفر تحت عينك. علشان نتفادى الخطوط اللي تصير تحت العين، فانا بحط شويه بودره فاتحه في منطقه الرموش. بالنسبة حق الحواجب، نقدر ان احنا نمشط الحواجب بهالطريقة، يعني نحط ماسكرة خاصة حق الحواجب ونطلعهم بشكل جدا طبيعي من غير ما نرسمهم. اني حق البلاشر الكريمي او نقدر نسميه التنت، نستخدم هاي اللونين، نحطه في منطقة الخد بلاشر كريمي. ممكن البلاشر الكريمي تحطينه في الوجنتين هني، وتقدرين تجيبينه شوية على خشمك، يعني كأنك شوية احترقتي من الشمس. اخذي أي فرشة تكون كذي فلافي وقومي دمجي البلاشر الكريمي اللي حطيتي، لا يكون مبقع. في هذه اللوك راح استخدم كل شيء سائل وليكويد. فالحين أنا قاعدة أحط لها هايلايت يكون سائل ونحطه بهالطريقة. لو كنتي حاطة فودرة مستحيل يطبع هاي الهايلايت، لازم تكون المنطقة رطبة. فنوزعه بهالطريقة ونقدر نجيب هني بعد شوية فوق الحاجب. تقدرين توزعين الهايلايت تستخدمين صبعك وتطبطبين بهالطريقة، بيكون وايد أفضل من استخدامك للفرشة. وزعي الهايلايت تقدرين حتى تحطينه كبرايمر إذا كنتي حابة، أو تاخذينه وتوزعينه في المناطق مثل هذه المنطقة عند الخشم شوية، وأيضا كشادو. بعدها تستخدمين الهايلايت إذا كنتي تبينه يكون أقوى من الكريم اللي حطيتيه، تقومين تحطين البودرة فوقه. تاخذين فرشة أصغر وتقومين تبرزين مناطق ثانية حابة يكون الهايلايت فيها أقوى. استخدمي الهايلايت كأنه شادو، تثبتين فيه هاي المنطقة عشان ما تخطط عليك. نقدر نحط بعد الشادو هني تحت العين اللي هو الهايلايت اللي اعتبرناه شادو. موضة النمش الحين الموضة الكل هاب فيها، بعلمكم الطريقة شلون. تاخذون أي كونتور عندكم كريمي وتقومون تحطون النقط بهالطريقة، توزعونها بطريقة جدا عشوائية. ضغطوا بهاي الطريقة عشان يكون جدا طبيعي. ممكن تكتفون بهذا الشادو، أو تقدرون تحطون الحين آيلاينر. آيلاينر هاي الفترة هابين بالأصفر، بالأزرق، بالأبيض، غير عن الأسود. فالحين أنا ودي أحط لها آيلاينر أصفر، فبستخدمه الحين. نبتدي أول شيء هني من ورا، تقدرون تحطون الآيلاينر بس شيء بسيط أو ترسمون العين كاملة. فابتدي احط لها الحين الماسكارا. بحط لها روج يكون جلوسي، تقدرون تستخدمون اي لون يكون معاكم شوية فاقع اذا كنتوا حابين. وهذه هو اللوك النهائي حق العارضة. خلصنا شعرها، سوينا ناتشرال ويفز بيتش لوك متناسب جدا مع الجلوي ميك اب، وان شاء الله عجبكم اللوك. رجعنا لكم مشاهدين من بعد ما شفنا هذا التقرير، واللي هو أكيد كل صيحات الموضة في عالم المكياج وبالذات مكياج الصيف، مع ضيفتنا في الاستديو خبيرة التجميل فاطمة الدوسري. صبحت الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك فاطمة. أهلين. يعني فاطمة كل أسبوع نتكلم عن موضة جديدة في عالم المكياج، ولا نستفيد منك في شغلة جديدة في المكياج. اليوم شفنا اللوك جدا خفيف جدا طبيعي، حتى لا استعملتي في آي شادو، ما استعملتي يمكن في رموش، حتى مكياج كان حتى جدا البودرة بعد ما حطيت كان جدا خفيف. كلمينا عن هذا اللوك في البداية، شلون كان؟ طبعا هاي الميك اب اسمه دوي ميك اب، أو اللي يسمونه الويت لوك. هو بالأساس إنه تشوفين الوي في لمعة، ما في بودرة كلش، البشرة تكون جدا صحية، يعني عادي تحطين حتى درجة الكريم الأساس اللي أنت تحطينها تبين عيوب بشرتك. هالمرة إحنا ما بنسوي الكفر وكذي، لا إحنا عادي العيوب تبين. إيه، فالحين هاي اللوك ممكن أهما يسوونه ممكن بشكل يومي،
الحين خصوصا في فتره الصيف ممكن يسوونه. لك اول عيد بعد سووه. اهم شيء لك اول عيد تكفين. لك اول عيد تعلم هاللوك. الحين خلاص قاعدين في البيت تفننوا مع الميك اب. فالبشره لازم تكون نظره. لازم تكون نظره وتبين اكثر. ذكرتي شغله قلتي انه عادي حتى لو عيوب البشره تبين، يعني هاي يمكن اللي يميز هذه النوع من المكياج. انا لاحظت حتى لا ركبت رموش، يمكن نفس ما تفضلتي قلتي ما حطيت باودر، وحتى استعملتي يمكن اصابع يدك عشان تحطين بعض البرودكت او المنتجات على البشره، ما استعملتي الفرشاه ليش؟ شوفي انا احاول كثر ما اقدر اختصر الخطوات على المشاهدين عشان هم يستفيدون ويطبقونه. اول شيء استخدمت فقط من باليت واحد، منتج واحد، سويت فيه الكونسيلر وسويت فيه الفونديشن. الكونتور الكريمي ممكن تستخدمينه في هذه اللوك، ابتعدي تماما عن اي شيء بودره. شادو ما تحطين، اذا ودك ممكن تحطي بشكل خفيف، لكن مثلا اعتبري نفسك بتسوينه انت مثلا وجهك احمر من الشمس. عرفتي؟ فانا حاطه التنت. التنت الحين هاي الموضه الجديده اللي الهبه والموضه. اي ممكن تستخدمين روج اذا ما عندك هاي الباليت. ممكن تستخدمين اي بلاشر كريمي عندك تحطينه، وانا حطيت لها كنت من هني لين الخشم وصلته، فيبين كأنها هي محترقة من الشمس أو تان أو كذي، وخصوصاً الحين بعد موضة التان فوايد بيكون مناسب لهم هذه اللوك. فالبودرة استخدمت شيء جداً بسيط بس تحت العين عشان ما تخطط فقط. بس ما يبين وايد يعني درجة جداً بسيطة حطيتيها. إيه عساس أنا بس من تحت ما يخطط. بالنسبة حق الرموش، إذا كانت واحدة حابة تحط رموش ممكن تحط على الطرف، ممكن تحط مثلاً بالحبات أو رموش تكون وايد خفيفة، بس كصباحي كسمر كبيج كهي بتروح مثلا البحر او شيء كذي مثلا ما راح تحط رموش يعني. فنكتفي بس بالمسكره وتكون مضاده للماء ووتر بروف عشان مع هالاجواء، وبالذات اذا هي بتروح اكيد البحر. البحر فاطمه حتى يمكن في التقرير في الخطوات اللي سويتيها حطيتي كحل لونه غريب. اي كلميني شلون حصلتي ذي اللون؟ هاي اللون ما حطيتي بالضبط. هاي اللي انا سالك يعني لان انا عيست وانا ادور ذي دورين. إيه. هو شوفي الهبه الحين في الالوان، الايلينر يكون اخضر ازرق، يكون ابيض، انا استخدمت اصفر، استخدمت روج. يعني في روج اصفر. اي وفي شركات ترى تصنع لك الايلاينرز بس ما تحسين بالضبط اللون اللي انت تبينه. صح. إيه. فهذه كان عندي روج كريمي ارتستيك، لان احنا مثلا نفس الرسامين ترى، نفس الفنانين تخلطون. احنا علوي ما لوحه، فتشوفين عندهم مجموعه من الالوان ويخلطون الالوان عشان ينتجون لون اللي يبونه. فانا حطيت اصفر كشيء يميزها. ترى انا كنت حاطه في بالي لوك ثاني اسويه، يعني احط كامل اصفر كامل اورنج، قاعد اقول لا هذه واحده بتقوم قاعده على البحر ولا برج بتكون شكلها شوي مميز، ما راح تحط وايد ميك اب. صح. فنكتفي بس مثلا بايلاينر. لو لاحظتي اللمعه اللي كانت موجوده في العين هذه كلش مو بشادو، هذه إضاءة كريمية، الهايلايت الكريمي. طبعا الهايلايت الكريمي ترى ما يناسب الكل. هاي اللي كنت بسألك، هو يناسب بشرات معينة صح؟ اللي هم البشرة اللي تكون رطبة أكثر أو دهنية؟ بالنسبة حق هذه العارضة ترى بشرتها دهنية. بشرة دهنية ما يناسبها ترى تدوي ميك اب، بس أنا سويت لها تكنيك ثاني. بلشت معاها أول شيء البرايمر اللي حطيته اللي هو مثبت الميك اب هو لمعة. فاول ما شفتيها يمكن شفتيها كلها برتقاليه صارت. صح. عرفتي؟ فهو في لمعه، فعقب لما انت تحطين الفونديشن، فونديشن حطيه رطب، لا تحطينه وهو مات قوامه يكون مثلا مطفي، لا كثر ما تقدرين خلي كلها سوائل. طفي المناطق اللي انت تبينها معينه بالبودره بحيث انها ما تبين، ما تكثرين وايد بودره. حلو. فاطمه الحين بتطلع يمكن بنعرض بعض الصور لو تتكلمين عنهم. بس الكنترول ذا يجهزونهم. هذه الصوره خلينا نتكلم عنها. هذه الصورة، هاي طبعاً اللوك النهائي حق العارضة. حق لوك السمر تلقين البنات أكثر شيء يميلون إنه يسوون شعرهم الويفي الناتشرال. صح. ويفي البيتش لوك يسمونه. غير دي أنا سويت لها نمش، لاحظتك؟ كنت بسألك الحين موضة النمش، أنا عن نفسي أستعمل الفلتر اللي في سناب شات حق النمش. لا هاي شيء عاد طبيعي تقدرين تسوينه. شلون تحطينه فاطمة؟ هذه الكونتور. اي كونتور عندك كريمي، اي فونديشن توهكتي فيه هو غامج او شيء كذي، بس اهم شيء يكون كريمي او يكون ستيك شويه. فتاخذين الفرشه اللي تبع الايلاينر الضعيفه اللي وايد ضعيفه، اي فتاخذينه وتحطينه شيء على الاماكن اللي انت تبينها. فانا وصلت شيء لخشمها، فاتوقع ان اي حد بيشوف الصوره قبل التوتوريال بيتوقع ان هي اوريدي فيها نمش. فانا بغيت ان يكون حقيقي اكثر يعني. فاطمه انت دائما يمكن تركزين ان استعمال بعض الفرش حق المكياج
يساعدك يمكن عشان صح. التوزيع الصحيح يمكن عشان يعطيك حتى اللون اكثر، لكن انت هالمره اعتمدتي على اصابع يدك. يمكن قله من خبيرات التجميل اللي يعتمدون على اصابع يدهم في التوزيع صح. بالذات حق الاضاءه، يعني انا اعرف ان حق الاضاءه دائما في فرشه معينه صح اي لنفس المهفه شكلها صح. اي دائما يعني انا استعملها بقول ان هذه فرشه الاضاءه صح. شنو السبب؟ هذه فرشه الاضاءه تستخدمينها اذا كان عندك باودر تحطينه، بس الكريمي لا، الكريمي اذا اخذتي الفرشه تحسين كل الكريمي راح في الفرشه يكتل اي ما قاعد تعطيك النتيجه في وجهك. فاي منتجات سائله تلامس حراره اليد بتعطي اكثر. فانا يمكن الفونديشن صح يمكن انا وزعته بالفرشه، ممكن حتى بالبيوتي بلندر توزعينه، وحق السمر لوك يمكن حتى ما بتحتاجين فونديشن ذاك الكفر، بتحتاجين فونديشنات فيها الاس بي اف اللي هما الخاصه بالوقايه من اشعه الشمس، اساس توحيد لون صح. ما توحيد لون، ولازم يعني تستخدمين هالنوعيه من الفونديشن. فاستخدمت كل شيء بيدي بيكون وايد اسهل، يعني انا قاعد اسهل عليهم كثر ما يقدرون. انا ابي المشاهدين يصيرون خبيرات تجميل. يعني هاي حتى الوحده اذا تبي تطلع تروح مكان ما له داعي تشيل فراش المكياج وياها، بس عندها كم من شغله. شوفي الفراشي لهم تكنيكات معينه ممكن نركز فيه اكثر شيء، قلت لك كتوزيع فانديشن ممكن كنحط بودره هني تحت العين حق الشادو اذا كنتي حابه، اكيد يفضل من الفراشي والحواجب طبعا. فاطمة يمكن الحين الألوان اللي هابين فيهم هم الأصفر الأورنج الأخضر، الألوان اللي شوي تكون فاقعة أكثر، أو الألوان اللي إحنا لما نشوفها نستغرب هاي الألوان اللي إحنا بنحطها يعني كشادو، هل تحسين إن هاي الألوان كل البنات يقدرون يستعملونها ولا لهم تكنيك معين بالذات مع الحين إن الصيف يحبون هاي الألوان الفاتحة؟ الألوان هذه طبعا أكيد ما تناسب الكل، بس لهم تكنيكات معينة. يعني مثلا لو قلنا شادو كامل أصفر ما بتطلع فيه عرفتي، فعشان كذا انا سويت لاينر اصفر صح، يعني ما نهول عرفتي، عشان لو احد شاف ايش حاطه من صباح الله خير حطت لي احمر واصفر والناس بعد يحطون برتقالي وبنفسجي والوان. شوفي صراحه احنا نسويها الحين الالوان هذه اللي اوفر تشوفونها هذه شيء ارت مقدمه في عالم الميك اب حق التصوير، فننزل احنا فوتوشوت تقريبا. حتى مثلا البراندات العالميه لما بتسوي بروموت حق منتج جديد طالع ما تبي تصوير عادي صح، ما تبي تشوف بس عادي النود وكيف، ما في تكنيك معين، في الوان اي. فاحنا نبرزها بالعرضات، نسوي هاللوكات الغريبه لكن لا تطبقونها لا تطبقونها كلش، في اشياء ممكن تطبقينها كسالفه هاي الايلاينر الملون، تضيفين لك لون داخل عينك حتى ممكن الوان الحين هابه، بس ككامل وتطلعين فيه ما راح يتقبلونه. اتوقع احنا اساسا حتى لما نشوف نقول معقوله بنطلع بهالالوان يكون موضوع صعب ان الواحد يتقبله. فاطمه يمكن في ختام حلقتنا انا ودي اسالك، الحين العيد على الابواب ان شاء الله صح. نعرف ان البنات الحين يبون يبدعون بالذات ما تمكجوا وما طلعوا وما كشخوا يمكن إيه. عندهم هاي العيد حطوا حرتهم في الميك اب شنو تنصحين البنات في فتره العيد انه يسوونه، يمكن حتى من الالوان الميك اب او في النهايه هم ما راح يطلعون اماكن، يعني ما في هذا التجمع، ما في الاحتفالات، وما ما في الزوارات اللي تعودنا عليها. فشنو النصايح اللي تقدمينها حق البنات تطلع بلوك خفيف وبسيط لكن في نفس الوقت ما تهول في روحها نفس ما نقول؟ صح طبعا الحين في العيد مع هالوضع انا اتوقع حتى الناس قلب نومهم تغير صح. نومهم فبارزين حق لحظه الميك اب هم فرش الاول لا الحين لا اوكي قاعدين في البيت العيد يمكن يبلش حتى العصر. فشي لازم يسوونه بدعوا في الميك اب لانه قاعدين في البيت ومكيف وكل شيء، لكن كصيف ما نحط الالوان الاوفر، ما نحط الالوان الداكنه مثلا السموكي، دائما حطي الوان في الريحيه، يعني حطي مثلا درجات البيج، حطي درجات الوردي، حتى الحين لو تبين تسوين لوك ممكن درجات الاورنج مع الذهبي بعد بيطلع وايد راقي، الروج لا يكون بعد غامج يكون فاتح، البشره خليها نظره. اللوك اللي انا قدمته اليوم ممكن تطبق تكنيك الفونديشن، تبي نسوي النمش بعد تسوي فاجئي اهلك في البيت صح منزلين هاي العيد اي يعني صراحه البنت لما تتمكج نفسيتها تتغير، كل شيء فيه يتغير يكمل اللوك مالك دائما. تشوفين احنا البنات مستعدين وقت المكياج جاهزين النفسيه تتغير هاي اهم شيء، هذه اهم شيء. اكيد نشكر تواجدك وحضورك يا يعني فاطمه، كل اسبوع انا شخصيا اتعلم منك شيء جديد واكيد المشاهدات بعد يتعلمون. ابي لك النمش من غير فلتر ان شاء الله بطرش لك ان شاء الله نلتقي في الحلقات الجايه إن شاء الله. آخر صيحات الموضة معك، شكرا لك فاطمة نورتينا. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل السريع وراجعين لكم مع آخر محطة لحلقة يوم الاثنين من صيف البحرين.
بعد الفاصل. سؤالي لإيمان، إيه؟ على كثرة التوتوريال اللي شفتوه أو شفتيه حق الميك اب وذي، بعد في أشياء تعلمونها جديدة؟ إيه كل يوم، إحنا كل يوم يطلع شيء جديد في عالم المكياج. ما تشوف هاي الفقرة أنا استمتع فيها. يعني ساعات وساعات من الشرح، وبعد في أشياء ليه ما عرفت ما تعرفونها. والله حمد تطلع حبات جديدة في المكياج، من ناحية الألوان، من ناحية الفراشي، من ناحية حتى الرسمة. يعني حتى إحنا بنات نستغرب متى نزلت هالهبة. يعني توني أمس متعلمين شيء جديد. إيه تتغير. ويعني مثلاً هالفترة يصلح، لكن إذا لبستي أو سويتي في فترة ثانية تقول قديمة أو تفاشل. إيه ممكن بعض الألوان أو بعض يمكن رسمات الكحل وكذي. يعني أنتوا يعني هالسبايا ما تعرفون. ما لاحظت ترى كله يعني. أنتوا عندكم بس كله مكياج. إحنا لا إحنا نلاحظ وتعرف بعد البنات يعني الرسمة تفرق. أكيد. ننتقل فقرة سوشيال ميديا. يلا. السوشيال ميديا صارت من أهم الوسائل لطرح الأفكار والتفاعل المباشر، والشباب البحريني قاعد يستغل مختلف المنصات الموجودة لإظهار إبداعه وتميزه في مختلف المجالات. حساب وناسة علاوي يطرح مجموعة من الفيديوهات اللي تتناول في قيم المجتمع البحريني بطريقة تمثيلية. للحديث بشكل أكثر عن هذا الحساب، على طبعا الحساب بصبح عليه. هلا يا مرحبا فيك علي، شلونك شخبارك؟ الله يحفظك. يعني ذكر حمد اسم الحساب وناسة علاوي، الاسم بنفسه مميز ويجذب يمكن المتابعين والمشاهدين. خلينا نتكلم شلون كانت البداية عشان تفتح يمكن هذا الحساب وتنزل هذه المقاطع اللي يمكن تكون خفيفة وفيها رسائل إيجابية من خلال المقاطع. أولا نصبح عليكم بالخير وعلى متابعيكم الكرام، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر تلفزيون البحرين اللي حقيقة ما قصر وهو سباق في استضافته إلى الفنان البحريني. هذا واجب ندعم الشباب البحريني. نعم، والحمد لله رب العالمين، من خلال هذه البرامج يتعرف المشاهد على الفنان البحريني، ولا أنا مو ما أعتبر روحي فنان. بالعكس والله فنان باللي تقدمه يعني. طبعاً أكيد علي الهدار، من 2014 أنت تقدم في الأفكار والأفلام اللي تسويها لها رسائل معينة، شنو أكثر الرسائل اللي أنت طرحتها وتفتخر فيها؟ أولاً قبل لا نتكلم عن هذا، خلنا نتكلم عن البدايات. البداية كانت واقعاً بأن بداية كل فنان تكون متعثرة نوعاً ما، وإلا بس لكن حبه إلى مجال التمثيل وحبه لإيصال رسالة معينة هو اللي يخليه يشجع أنه يقدم رسائل إلى الناس. أتذكر أنا كان في بداياتي يوم كان عمري تقريباً 22 سنة، كنت صغير وأحب التمثيل وهاب في التمثيل، وكان أتذكر بعد عندي كاميرا دي اللي شريطتها النكتاب ما شاء الله، ولازلت أحتفظ بهذه الأعمال واقعاً. إلى أن الحمد لله رب العالمين تطورت وسائل التواصل الاجتماعي، ما وصلنا إلى مجال الانستغرام. كانت عندي أعمال كثيرة قبل في أيام التسعينات، ما كان موجود أساساً اللي هو برنامج الانستغرام، بس بعد ما انفتح الانستغرام صار الممثل البحريني يعني يقدر يقدم عند منصته الخاصة. فعلاً فعلاً. فكانت بداياتي بعد في المجال الانستغرام. أتذكر أول فيديو نزلته في بالتحديد 14 أغسطس 2014. كان بس المشكلة في البرنامج في بداياته كان ما يحمل إلي 15 ثانية. صح. وكنا نلاقي صعوبة، يعني نلاقي صعوبة إن توصل رسالتك بسلاسة. الحمد لله الآن عندك متسع من الوقت إن تقدم مع رسالة طويلة وغيرها من الأمور. فعلاً 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 فعلاً. وأنا يعني أدعو أخواني اللي يعمل في هذا المجال بأن يقدم رسالة جميلة ولطيفة، ويستغل هذه المنصات من التواصل الاجتماعي. حلو.
يعني خلينا نتكلم يمكن عن تفاعل الناس معك اكثر، يعني من اول فيديو نزلته لك في 2014 لليوم شلون تشوف تفاعل الناس؟ يعني بالذات يمكن علي انت قاعد تقدم رساله معينه من خلال الفيديو اللي تنزله، يعني اكيد في تفاعل والتفاعل يكون مباشر. يعني اليوم المنصه يمكن منصه السوشيال ميديا تخلي تفاعل يكون مباشر بين الشخص وبين يمكن مقدم هذه المسج، فشلون شفت التفاعل وردود الفعل؟ اكيد 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 اختي ايمان، بالنسبه للتفاعل تفاعل ما شاء الله طيب من خلال التعليقات الإيجابية اللي يبدونها المتابعين، وأوعز هذه التعليقات طبعاً أو النجاح إلى مجموعة من اللي وقفوا معاي من بداية المسيرة، ومن خلال برنامجكم حاب أوصل ثلاث رسائل مهمة، وهاي اللي كانت اللبنة الأولى للانطلاقة والتواصل. الرسالة أو الشكر الأول حاب يعني أشكر الأخوان اللي وقفوا معاي من الشباب الممثلين والمنتجين والمصورين اللي حقيقة ما قصروا يعملون معاي بالمجان. والرسالة الثانية حاب أوصلها إلى الأخوة المبدعين في مملكة الشرق للإنتاج الفني، هذه المؤسسة الإنتاجية اللي لها باع طويل في مجال الإنتاج الفني وهي أشهر من النار على العلم طبعاً. ما شاء الله يمتلكون خبرات طيبة، وأخاف بعد هم الأخوان كلهم على عيني وراسي، وأخاف أذكر ناس وأنسى ناس معينين، فهم كانوا لهم الفضل إلى عشان يعطونك هذه الدعم فعلاً على نجاحي، ما قصروا حقيقة. والأهم في الموضوع المتابعين، هو طبعا المتابعين هم اللي يعطونك دافع بان تتواصل وتقدم رساله جميله الى المجتمع الناس. نعم علي، تكلمت يمكن ايمان على موضوع وايد مهم اللي هو طريقه التواصل بين السوشيال ميديا ومباشره فيك انت، فكلمني عن الافكار اللي انت تاخذها من المتابعين، هل تاخذ افكار من المتابعين؟ رده فعلهم شنو يقترحون عليك؟ شو قد يفيدك هذا الشيء؟ تشوف أخوي حمد، بالنسبة للأفكار، الأفكار معظمها بتكون من تأليفي، بس أستلقي يعني أو يعني تأخذ أفكار، أخذ أفكار من المتابعين، إذا أحد راسلني في الخاص وعطاني فكرة معينة واقتنعت فيها أقدمها، وبعض الأفكار يعني أخذها من قصص واقعية يعني أو قصص تاريخية مثل قيس وليلى أو عنتر وعبلة أو بهلول مجنون أو بهلول عقل المجانين. دائما أحب هذه الأفكار اللي توصل رسالة جميلة من خلال واقعهم طبعا. وأنا في بداية يعني أدعو جميع الأخوة اللي يعملون في مجال السوشيال ميديا أن يعني يأخذون الأفكار أو ينتقون الأفكار الجميلة اللي توصل رسالة إلى المشاهد. أما الإسفاف اللي حاصل من بعض الأخوة مع الأسف هم القلة طبعا، فأنا يعني أفضل أنه يكون ما يحدث هذا الشيء. نعم. الآن المتابع صار واعي، يعني الكبير والصغير الآن صار واعي يعني يعرف ويش قاعد تقدم أنت من رسائل، فلهذا لابد أن يعني نقدم رسالة جميلة إلى المشاهدين. بلا شك، يمكن علي اللي يميز أكثر الفيديوهات والمقاطع اللي تنزلها في السوشيال ميديا هو يعني اللهجة البحرينية باللغة العربية، وشون شفت ردود الفعل؟ يعني ما شاء الله أنت مسوي ميكس حلو، يعني لهجة بحرينية باللغة العربية فيها شوي نوع من الكوميديا. صح. يمكن حتى إحنا لما نشوف الفيديو يعني نستمتع إنه والله قاعد يدمج يمكن لهجة باللغة، فكان شيء حلو وشيء غريب يمكن يديد حتى على المقاطع اللي نشوفها بشكل عام. صحيح صحيح، لا شك بأن أنا أتعمد في دمج اللهجة العامية باللغة العربية. طبعا إذا كان أقدم عمل تاريخي مثل قيس وليلى، قيس وليلى ما يتكلم لهجة عامية. صح. فلازم فسحة زين، على أساس أن أنا أدمج الرسالة مع الكوميديا. أنا أحب تجذب الناس فيها. أيوة تجذب الناس على أساس يكون عمل يحبه المتابع. صح. يحب يشاهده. العمل جاف غير مرغوب.
الان الانسان يحتاج الى انه يضحك يفرفش الاشياء الكوميديه ممكن توصل اسرع بعد فعلا ضغوطات الحياه تحتاج الى واحد يفرفش بس ما ننسى الجانب الرسالي في الموضوع يعني يضحك ولكن ولكن في رساله في رساله معينه في هدف معين فلهذا انا ادخل بعض اللهجات العامية على اللغة العربية على أساس يطفي نوع من الكوميديا ويكون خفيف لطيف على المتابع. حلو. علي خلينا نتكلم عن دائما أنت فيديوهاتك تربطها أحيانا بالمناسبات مثل فوز البحرين بالدوري كأس الخليج. الله كان أحلى أيام. إيه كان أحلى أيام هاي بعدها صار كورونا ما ندري بشيء. إحنا ترى الحين نحتفل بكأس الخليج. إيه صح. مناسبات مثل هذه شقد انت تحرص انك تكون موجود فيها وهل تلاقي تفاعل اكثر وقت تسوي فيديوهات مرتبطه بمناسبات؟ اقول لك شيء معين بالنسبه الى الافكار اللي تنطرح في الساحه اذا كانت صادف حدث معين في الساحه يكون تلقيها اوسع وانتشارها اكثر يعني بعطيك مثال اذا انت دخلت على مجلس معين وفي ناس يتكلمون عن مثلا عن دوره الخليج او كاس الخليج مثلا انت بتدش لهم عرض وبتتكلم في موضوع ثاني بيطردونك فلهذا انت واكب يعني الحدث الترند يعني ايوه فبتلاقي انتشار واسع في شو اسمه في الفكره المطروحه بعض الاحيان والله انزل فكره أو أعمل عمل ما ينتشر ألاقيه بعد سنة ينتشر انتشار واسع لأن يعني واكب اللي هو الحدث اللي في نفس الوقت اللي في نفس الوقت فلهذا أنا أحرص أن أنا أمثل أو يعني اللي هو أحرص على أن تقدم في نفس الفترة اللي تواكب الحدث المعين وهذا يمكن اللي يميز اليوم علي انه هو يواكب الاحداث الموجودة في البحرين سواء كانت يعني شغلات معينة نفس ما تفضل يمكن حمد وقال نفس ما ذكرت اللي هو كأس الخليج وغيره من الامور لكن خلينا نسألك علي من جانب ثاني كلمنا عن الدعم اللي تحصله وهل هناك دعم من جهات معينة او مثلا حتى من اشخاص مبدعين مثلا في عالم التصوير في عالم الاخراج او حتى في عالم المونتاج احنا نعرف ان اليوم السوشيال ميديا في تطور وكثير يمكن من الناس قاعد تصور هذه المقاطع يمكن تكون كوميديه وتوصل رساله بس بعد يبين يمكن درجه احتراف من ناحيه يمكن المونتاج والتصوير ومراحل عمليه التصوير هذه كلها فعلا هذا السؤال مهم بالنسبه الى الدعم طبعا اي واحد راح يعني يحصل الدعم المادي طبعا المعنوي موجود الناس تشجعك بس الدعم المادي هو السبب او احد اسباب نقول لنجاح او فشل اي مشروع او اي ممثل الدعم المادي السيوله طبعا تساعد على ان الشخص يقدم ويعمل وانا الحمد لله يعني افتقر لهذا الشيء بس لكن ادعو الجهات الرسميه اللي ما يقصرون حقيقه ان او الجهات الفنيه ان يدعموا الشاب البحريني واتوقع يعني عندنا طاقات شبابيه كبيره والديره بخير الحمد لله وننعم بخير ف يعني الدعم المادي مهم الان في استمرار الممثل البحريني اكيد طاقات موجوده والدعم يعني موجود واكيد لما يلتقون هاي الاثنين مع بعض هني تصير الابداع. خلينا نتكلم علي على موضوع ان انت فيديوهاتك تحرص ان تطلع مملكه البحرين بشكل وايد حلو خلال سواء في التصوير او المناطق اللي انت تصور فيها اللوكيشنز اللي تدورها وتحصلها فكلمني عن هذه الجانب يعني بالذات يعني حتى لما تشوف الفيديو اشوف الفيديوهات يعني افتريت على كذا فيديو المناطق اللي تصور فيها وايد حلوه تعطي البحرين يعني سمعه حلوه فعلا طبعا بان احنا البحرين غنيه عن التعريف منذ القدم يعني نمتلك يعني اشياء كثيره مثل اماكن حلوه وجميله وانا احرص على ان اقدم في اماكن قديمه هي يعني المشاهد يحبها
يعني البساطة الفرقان البساطة الفرقان القديمة أو الزراعة أو هالأمور هذه، أفضل يعني إنه يكون الأعمال في هالأماكن أفضل من وش اسمه المودرن واللي معروف الأشياء الحديثة فعلاً. يعني في النهاية تنقل يمكن صورة البحرين أيضاً حق اللي خارج مملكة البحرين يشوفون إن البحرين فيها أماكن سياحية حلوة، وأنت تروج عن سياحة يمكن خلال أيضاً الفيديوهات اللي تسويها. علي يمكن في ختام فقرتنا نود أسألك سؤال اليوم حق يمكن وناس على وناسة علاوي هذا الحساب، شنو حاط الفكرة المستقبلية؟ هل هناك خطط عشان تطور يمكن هذا الحساب؟ هل هناك يمكن أفكار تبي تقدمها بعد هذه الأزمة أو خلال حتى هذه الأزمة، أفكار جديدة مختلفة حتى من ناحية الإخراج والتصوير وغيرها؟ إيه فعلًا. تشوفي أختي إيمان، بالنسبة إلى يعني تقديم الأعمال في المستقبل، المشكلة إحنا نعاني من شنو؟ من الوقت. الوقت الآن يعني واجد يداهم. سريع صح. سريع ومشاغل الحياة يخليك إن أنت ما تتكلم يعني تقدم أكثر وأكثر. بس عندي طموح وعندي استمرار في تقديم هذه الرسائل. أطمح إلى أن أنا أكون أقدم على مستوى التلفزيون، على مستوى اليوتيوب، على مستوى على جميع الأصعدة والمسرحيات وغيرها. قدمنا مسرحيات أهلية، مسرحيات تجارية، قدمنا وطلعنا على التلفزيون وقدمنا في مسلسلات. بس مثل ما قلت لكم يعني الإنسان ومشاغل الحياة تمنعه نوعا ما عن يعني يستمر ويقدم أشياء. أكيد الله يوفقك إن شاء الله، بدعواتك واضحة وموجودة وإن شاء الله توصل لأهدافك اللي أنت حاطها، سواء نفس ما قلت أنت في مسلسلات أو في السينما حتى. فنتمنى لك كل التوفيق على الأهداف. شكرا لك علي. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقة يوم الاثنين من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. انتظرونا باكر في نفس الموعد من 10 إلى 11 بحلقة جديدة وفقرات متنوعة. ومع السلامة. مع السلامة.